وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأشقاء المتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في المملكة المغربية الشقيقة وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم. وتاتي مبادره جلالته الكريمه ايده الله انطلاقا من الروابط التاريخيه الوثيقه والعلاقات الاخويه الراسخه والمتميزه التي تجمع بين مملكه البحرين والمملكه المغربيه وشعبيهما الشقيقين وتجسيدا لنهج المملكه في الوقوف والتضامن مع مختلف الدول الشقيقه والصديقه في مثل هذه الظروف الصعبه